مرحبا بكم، كنشكركم، كنشكروا هذه الاذاعه هذه. دابا غنهضروا على المشكل ديال الصناعه التقليديه، وغنهضروا على هاد البرودوي اللي كنديروا هنا. انا كنديروا الجلد، والجلد كيجي من كازا، ومع الاسف ما خصش الجلد يتنقص. دابا ما بقاتش الغنم في المنطقه الجنوبيه حيت كاين الجفاف، ما كاينش الماء، حتى الغنم ما بقاتش، البقر ما بقاش. دابا عندنا صعوبه في هذا الشيء، هذا الجلد هذا على قد البال ما كاينش. وهذا الجلد هذا كيتصوف في كازا، كيجي من كازا، وكاين انواع ديال الجلد. كاين امبريامابل، وكاين جلد عادي، كاين بطانة عادية، وعاد كاين جلد اللي هو شي حاجة غارونتي، ما كيدي منها الما والو، وما كيتحيد لها الصبغة، حتى شي حاجة ما كتوقع عليها. وهاد الشيء كنخيطوه هنا، كنديرو السكر، كنديرو ساك دو فياج، السكر ديال العيلات، الصبابط، لي بوط، لي بارين، جميع المسائل ديال الصناعة التقليدية. ومدة 50 سنوات ديال الخدمة في السياحة. 1970 زرقت الليمون وإيمو بلعة قبل ما يتبنى كاع كادير كلو، فوالا على ليبوك ديال السياحة. مع الأسف وصلت ديك 94 ولات السياحة كتهبط عندنا، حيت حتى الناس اللي في القطاع ما بقاوش الحريفية. هذا هو اللي بال ديال السياحة، خصنا بعدا نكونوا معقول بيناتنا، حيت إذا كنا معقول بيناتنا حنا وبنينا على المعقول، غادي تزيد عندنا السياحة بواحد العدد ديال السواح غادي يدخل عندنا. خصنا كاين اللي كانت في السبعينات التسعينات خصها ترجع للجنوب، حيت السياح كيموتوا على المازيغيين، كيموتوا على الناس ديال الجنوب، هما اللي كيعرفوا كيفاش كيستقبلوا السياحه. ولكن خص الناس الحريفيه، ماشي هاد الناس اللي جاوا دابا كيقلبوا غير ما يديروا في الجيب ويزيدوا وكيهرسوا في السياحه. اي كاينه كاين، ولكن الحمد لله حنا قادير بخير وعلى خير. حد الان مازال ما شفنا والو وبخير، فوالا كاع واحد العدد ديال الناس اليوم نقصوا كاع باش يمشيو للجمعات. انا مشيت ليها، اش غيوقع؟ موتوا حدا اللي كاين، الا جات نموتوا دابا، ولكن الدين ديالك خصك تفرضوا.